عندما نتحدث عن ضربات مثل هذه الضربات الاستراتيجية التي تحصلنا على صورها حصريا هنا في قناة التغيير الفضائية، الضربات التي جاءت على مستودعات عياش بالقرب من دير الزور بهذا الشكل الذي تراه، مثل هذه الضربات التي تأتي على مخازن لأسلحة استراتيجية مهمة، هل تعتقد أن استمرار مثل هذا القصف، مثل ضرب مثل هذه المواقع، قد يؤدي إلى أضعاف الميليشيات IRGC ألا وهم الحرس الثوري الإيراني في المستقبل؟ هل تعتقد قد تلعب أدوارا جيدة على المستوى العسكري بالنسبة للتحالف الدولي تحديدا؟ أولا، هذه الصور الحصرية مثيرة للاهتمام التي لديكم والتي حصلتم عليها. هذا يمكن أن يؤخر قدر أو يقلل قدرات الميليشيات التي تدعمها إيران، في تقلل قدرتها في إعادة التزويد، لأنهم عليهم أن يقوموا بتعويض ما فقدوا. وربما استجابة الولايات المتحدة نوع من الإجابة المؤثرة من أجل أن يقللوا من قدرتهم لكي يكونوا قادرين في المستقبل على القيام بالمزيد من الهجمات، وأن يكون لديهم المزيد من المعدات الأمريكية. ولهذا السبب فأن الجنرال الأمريكي قام بتقديم تعليقه ذلك، أن تكون هذه النقطة مهمة تم ضربها لأنها استخدمت لإطلاق الصواريخ. مرة أخرى، هذا الأمر قد يأخذ الكثير من الوقت من أجل أن يعودوا إلى مستوياتهم الأصلية، ولكن صدقوني سيراقبوا عن كثب الأقمار الصناعية الولايات المتحدة، وكذلك لأن العراق قريب جدا من الحدود السورية، فهذه العيون في السماء تجعلنا نعرف ما الذي يحدث في تلك المناطق. فمن الناحية العسكرية هم قادرون على معرفة ما الذي يتحرك في الداخل ومتى سيكون هناك دعم فيما يتعلق بهذه الإمكانيات العسكرية ومتى يكونون قادرين على الضرب مجدداً.